ما نهار شفت قدامي بلي زري انا نتايا مكتابي. ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال حيت سي كونفيدونسيال فور لو مومون. والحاجه الوحيده اللي نقدر نقول ان شاء الله هو فاش غتكون شي حاجه انا الاولى غادي نقولها لكم. ان توكا بور لو مومون سي كونفيدونسيال مي ان شاء الله خير الله اعلم. الى الناس بان لهم بانني كنستاهل هاد الجائزه كسوا ارتست اوف ذا يير ولا بيست فيميل ارتست في نورث افريكا يصوتوا عليا حيت نورمالمون سي لو بوبليك اللي كيصوت على الارتست اللي كيبغي. وشرف لي نكون نوميني هاد العام حيت كنت نوميني من 2015 حتى 2022 دونك هذا شرف لي وافتخار نكون حاضره مع لي نوميني. صراحه عندي الزهر اللي يكون الزوج ديالي هو المنتج ديالي حيت حنا كاملين عارفين بان هاد لو دومين صعيب سورتو بالنسبه للمراه المغربيه. هو فيها لي كوتي بوزيتيف وفيها لي كوتي نيجاتيف حيت الزوج ديالي كيعرف عليا كلشي وكنكون دي فوا تري سوسيبتيبل فاش كيقول لي شي حاجه سي فري كو غادي ما غاديش نتقبلها منه بالطريقه اللي غنتقبلها من شي واحد انكونو. ولكن هو اقرب انسان ليا اللي مي بروتيج كيبغي لي الخير كيف ما كيبغي راسو دونك بالنسبه ليا كنكون حاسه براسي مرتاحه 100% باش نقدر نركز غير على لاغ ديالي. اتر ماناجي بار انيسا جلاب سي ان اونور. انيسا امراه مغربيه كتبغي المغرب وكتموت على المغرب وواخا عايشه في بلجيكا ولكن بالنسبه ليها المغرب هو لا بريوريتي و ترافاي افيك دي جون لي كيفهموني وباغيين يكبروا بالموسيقى المغربيه وباغيين يكبروا بالتراث المغربي. شرف ليا كبير وان شاء الله الخير مازال جاي لقدام. شاب خالد ارتست كنبغيوه كاملين وكنقدروه كاملين والحمد لله اليوم جو ريبريزونت بلادي في الانترناسيونال وبالنسبه ليا سي لا سويت لوجيك الى درت ديو مع شاب خالد بيان سور ما كرهتش ندير معاه اغنيه وان شاء الله اليوم تنطلقوا ونشوفوا كما سافا سباسي. اليوم لو شو ديالي غادي يكون شو فيه اكسكلوزيفمون الاغاني ديالي دونك غادي نغني الاغاني اللي كتعرفوا ديالي كاملين. واش غادي تكون لوحه مشتركه مع شاب خالد؟ لا. نجاوب على السؤال الاول ديالك ديال كيفاش كنختار المواضيع ديالي. كنحاول نشوف شنو واقع في لونفيرونمون ديالي كنحاول نشوف باش كيحسوا الناس حيت الحمد لله عندي واحد الميزه نقدر نقولوها هو لامباتي استاجير كنحس بداكشي اللي كيحسوا به الناس واخا ما نكونش انا حاسه بهذاك الموضوع ولا ما نكونش انا عايشه هذاك الموضوع. دونك كنهضر مع الناس كنشوفهم شنو عاشوا كنشوف لي زيكسبيريونس اللي عاشوا كنشوف الحوايج زوينين والحوايج الخايبين اللي قدروا يدوزوا عليهم في حياتهم وهادشي اللي كيخليني نتانسبيرا باش نكتب الاغاني ديالي. مزيان لي جبتي هذا الموضوع هذا حيت كانوا بزاف ديال التساؤلات بارابور العاري اغنيه اللي كتبت على ود العنف ضد المراه وكانوا سولوني بعض الناس واش انا تعرضت للتعنف. قلت لهم ما عمري ما تعرضت للتعنف ولكن ماشي حيت انا ما عمري ما تعرضت ليه وما غاديش نهضر على هذا الموضوع هذا حيت كاينين بزاف ديال النساء ما لقاوش شكون اللي يهضر في بلاصتهم كاينين بزاف النساء ما كيرضاوش يهضروا على هذا الموضوع هذا. دونك فريمون كنحاول نهضر في بلاصه هاد الناس كنحاول نتانسبيرا من شنو واقع من شنو اللي كنشوف قدامي. بالنسبه للكليب في الاول فاش الله بديت كنت كندير دي كليب كي قلتي شبابيين كنت انسبيرا بزاف من شنو واقع على اتخونجي ولكن فاش كبرت فهمت بان لا فورس ديالنا هو الثقافه ديالنا والتراث ديالنا والدم ديالنا. حنا مغاربه خصنا نكبروا بالمغرب خصنا نكبروا بالثقافه ديالنا ولا ما درناش هادشي ما كاينش واحد غادي يديروا في بلاصتنا. دونك بالنسبه ليا اهم حاجه ولوبجيكتيف الحالي والمستقبلي هو نعطي انكور بلوس دو فالور للتراث المغربي والثقافه المغربيه. انا بالنسبه ليا المراه خاصها تكون انديبوندون باي طريقه حيت مزيان كوبل يكون كيتعاون مزيان يكون الراجل خدام ولكن المراه خصها تكون خدامه ودائما انديبوندونت. علاش؟ حيت الزمان اللي كنعيشو فيه زمان صعيب بزاف خاص التعاون. دي فوا انا كبرت مع واحد الام اللي فاش مات الوالد ديالي الله يرحمه كانت خدامه دونك هي اللي قدرت تقرينا وتكبرنا وتصرف علينا. وبالنسبه ليا كون ما كانش الام ديالي خدامه ما كنتش كنعرف لا سيتواسيون كيفاش غادي تكون دايره. دونك استثمار ولا الخدمه
مهمين بزاف بالنسبه لاي انسان كاين في المجتمع وسورتو المراه المغربيه. بالنسبه ليا اوطون كارتيست الاستثمار شي حاجه اللي كتبان ليا عاديه حيت لاندستري مازال شويه لي بان كامله 100% هنايا في المغرب. دونك ضروري الواحد خاصو يفكر في مدخول واحد اخر ديال 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 الرزق. وبالنسبه ليا بالعكس ما فيها حتى شي عيب شي حاجه اللي سي فري كو ماشي سهله، ولكن بالنسبه ليا اي واحد خاصو يفكر في الاستثمار. شكرا للسؤال ديالك. كنظن بان المستوى ديال الموسيقى الشبابيه مستوى مزيان زعما الحمد لله، ما عمري ما عانيت من شي مشكل بارابور لمستوى الاغاني ديالي، وكنظن بان المستوى ديال الاغاني الشبابيه كامل واعر. حنا كنتبعوا بزاف ديال لي زارتيست جون اللي كيكتبوا مزيان كيلحنوا مزيان اللي كيديروا كلشي راسهم اللي كيصوروا كليباتهم اللي كيديروا المونتاج لي طالوناج اللي كيديروا كلشي. دونك بالنسبه ليا الحمد لله ما كاينش مشكل في بالنسبه للو نيفو. واش كنفكر في التعامل مع الكتاب؟ علاش لا، بالعكس انا بالنسبه ليا خاص كل واحد يحاول يخدم مع احسن واحد في الدومين ديالو. الا قدرت نطور من راسي وما قدرتش نكتب شي موضوع بيان سور غادي نمشي نبغي نخدم مع احسن واحد باش يقدر يعطي قيمه اكثر للموسيقى ديالي والاغاني ديالي. مي الصراحه كتجيني صعيبه شويه. علاش؟ حيت انا كنكتب وكنلحن وكتجيني صعيبه نعطي هذه المهمه هذه لشي واحد واحد اخر اللي دايرها في بلاصتي، حيت ما غاديش يقدر يعبر على داكشي اللي غنعبر عليه انا براسي. ولكن ما كنقولش لا، زعما لي بورتيل سون اوفيرت، ان شاء الله يقدر يجي شي نهار اللي نقدر نتعامل فيه مع كاتب ولا ملحن. وانا دايوغ كنخدم مع فريق اللي كيعاوني في التلحين وكيعاوني في كلشي. دونك ان شاء الله بوركوا الجديد ديالي كنوجد الالبوم ان شاء الله المقبل ديالي. هذا هو الجديد صراحه. غادي نحاول نتكونسونطرا اونكور بلوس على الموسيقى ديالي وعلى الفن ديالي، وكنتمنى ان شاء الله باش يخرج هذا البروجي يعجبكم. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لالا فاطمه.